وتمام بالظبط قبل النور. حاضر حاضر حاضر. آه كلكم شايفين اللي انا شايفه دلوقتي ولا لا؟ اه دكتور، تمام زي الفل. اه يا دكتور، بصوا يا شباب، ماشي ماشي. في الشيت ده يا جماعة، الشيت ده هنشرح فيه شوية حاجات حلوة قوي إن شاء الله تقدر تفيدكم بإذن الله، وتقدر يعني إيه أقدر إن أنا أوصل لكم في الشغل بطريقة قريبة جدا إن أنتوا تقدروا تشتغلوا في أي حتة إن أنتوا ما اشتغلتوش قبل كده في الإكسل. الموضوع ده هيبقى كويس جدا وقريب جدا. بصوا يا جماعة، أي شركة في دلوقتي بقت تستخدم كام حاجة كده، ده اللي أنا بشرحه في الكورس ده. الكورس ده احنا زي ما احنا قلنا ان احنا بشرح لكم الزتونه بتاعت الشركات. الشركات بتبقى عايزه الناس عامله ازاي، بتبقى عايزه ناس بتعمل ايه، او مثلا ناس بتبقى الشركات بتبقى عايزه ناس من الاخر يعني اللي هي تقوله لهم يعملوه على طول. فهو ده اللي انا جايبه لكم في الكورس ده. تمام، النهارده احنا هنشرح ايه؟ هنشرح حاجه جميله قوي، انا يعني دي ما بتخلاش من اي شركه. انا عن نفسي بقول عنها اللي انا بدور على ابره في كوم قش، ابره في كوم قش. انتوا معايا صح كده؟ انا افتح بس كده، خلي دي كده على جنب. انتوا معايا صح؟ عشان بس يعني لو النت قطع ولا حاجه. فاللي انا عايز بس اوصله لكم ان في الاكسل او في شركات قصدي بتكون في حاجه كده مطلوبه، يعني مش عايز اقول لكم بتطلب بنسبه 99% يعني او 95%، الا وهي الفي لوك اب. الفي لوك اب دي عباره عن ايه يا جماعه؟ الفي لوك اب دي عباره عن ان انت بتدور على قيمه جوه جداول كتير. يعني مثلا انا بقول لكم ابره في كوم قش، هقول لكم دلوقتي لما نيجي نشرح بقى في امثله. بيقول لك بقى ايه قاعده الفي لوك اب في الاكسل؟ هي واحده من الادوات الاكثر استخداما في برامج الجداول الالكترونيه. هي فعلا دي من اكثر الحاجات اللي انا كنت بستخدمها واللي ما زالت بستخدمها على طول بشكل يومي، بشكل يومي بستخدمها. تستخدم للبحث عن قيمه معينه في عمود من جدول وارجاع القيمه بمقابله من عمود اخر في نفس الصف. بصوا يا شباب، الحته دي انتوا اكيد اكيد مش تفهموها، الحته الصغيره دي. من الاخر هو بيقول لك بيدور عن قيمه معينه في عمود او جدول وارجاعها، يعني ارجاعها يعني بيجيب النتيجه بتاعتها. الريترن دي او الارجاع دي بيجيب النتيجه بتاعتها في عم من عمود اخر في نفس الصف، في نفس الصف اللي هي نفس النتيجه. يعني انت بتدور هنا فانت بتبقى عايز النتيجه دي تبقى من الصف ده. تمام يا شباب، اتمنى بس الناس اللي هي بتخش تفتح على طول المايكات دي يعني تقفلها على طول بس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الفي لوك اب دي بقى مكونه من ايه عشان نبتدي نشرحها؟ مكونات الفي لوك اب بتكون مكونه من اربع انواع، اربع مكونات. اللوك اب فاليو او القيمه اللي بتبحث عنها، اللوك اب فاليو وهي القيمه اللي تريد البحث عنها في العمود الاول. التيبل اري وهو نطاق البحث. اري دي يا جماعه اللي هي التيبل اري او هو نطاق البحث، انت بتدور فين. مش محتاج ان انت يعني هو النطاق الذي يحتوي على البيانات، يجب ان يكون العمود الاول من هذا النطاق هو العمود الذي يحتوي على القيمه التي تبحث عنها. يعني لازم اول عمود في القيمه هو يبقى نفس العمود اللي في الجدول. طبعا انتوا مش فاهمين حاجه وانا عارف، انا برضو حتى الكلام بيبقى تقيل شويه، فانا بس بحاول اشرح لكم الحاجه علشان لما نيجي نطبق في الامثله يبقى على الاقل عندنا 60 70% من النتيجه من المعلومات. الكولوم اندكس نمبر او هو رقم العمود، وهو رقم العمود في نطاق البحث الذي يحتوي على القيمه اللي انت عايز، يعني العمود اللي انت عايز نتيجته. والرينج، الرينج دي بقى فان دال ترو اذا كانت فارغا او فولس. انا هقول لكم الحته دي بسيطه. ده شكل الفي لوك اب اول ما بتبتدي تشتغل عليه. في لوك اب اللي هو اللوك اب اري، اللوك اب اري اللي هي الحته دي، اللوك اب اري اللي هو الجزء ده اهو، اللي هو الجزء ده ده مع الجزء ده كده اللي هو اللوك اب اري. تمام، والتيبل اري ده اللي هو اللي هي الجزء ده كده اللي هو يعني اعملها لكم ازاي، اللي هو يعني عايزها لون كده يبقى مش عارف اشرحها لكم قوي الحته دي، مش عارف الونها قوي كده دي. ممكن نخليها دي تبقى باللون الاصفر عشان نعرف التيبل اري ده اللي هو النطاق او البحث اللي انت بتبحث عنه، وهو ده اللي هو مع التيبل اري ده اللي هو النطاق ده وهكذا. والكولوم اندكس نمبر اللي هو ده والرينج. دي شكل المعادله بتاعت الفي لوك. تمام كده، انتوا معايا صح؟
دكتور. انا عارف ان انا بشرح لسه كلام نظري، فلسه الموضوع يعني ممكن يكون بعيد عن اذهانكم شويه. نبتدي مثلا نخش على هنا. بصوا يا شباب، دي بعض البيانات، هقول لكم بقى تشرحوها ازاي. دي بعض البيانات عندنا: كود العميل، البلد، رقم الفاتوره، قيمه الفاتوره، ونسبه الخصم. تمام؟ يعني العميل بيعمل ايه وفي انهي بلد، والفاتوره بتاعته رقمها كام، والفاتوره بكام بقى، يعني ب 64000، ب 65000، وهكذا. هقول لكم انا عايز ايه. بقول له مثلا ايه، انا عايز معايا كود العميل، فانا عايز البلد بتاعته، وعايز رقم الفاتوره، وعايز قيمه الفاتوره، وعايز قيمه الخصم. تمام كده؟ كده هل كده الكلام ابتدى يوضح شويه؟ الو، معاك يا دكتور تمام، والله. انتوا معايا؟ معلش عشان انا بس لازم الموضوع قطع خالص. بص يا شباب، اللي انا عايز اوصله لكم ان انت دلوقتي عندك شويه بيانات للعميل اللي هو كود العميل. فانت ولنفترض مثلا انت عايز تدور على البلد بتاعته، هتعملوها ازاي؟ يعني لو انتوا مثلا لاول مره مثلا قبل ما تعرفوا الفيديو كاب ده، كنت هتعملوها ازاي؟ انا اقول لكم انا كنت بعملها زي زمان. كنت باخد مثلا دي كده كوبي، واعمل هنا كنترول اف اللي هي سيرش اهي، وادور عليها بكود العميل هنا اهو. قال لك اهو كود العميل اهو في الجيريا، ورقم الفاتوره بتاعته، واخدها كده كوبي اهو، واروح حاططها هنا. فاهمين قصدي ايه؟ الو، انتوا معايا صح؟ يعني معلش ايوه دكتور. يعني مش افتحوا بس السبيكر، افتحوا بس المايك سنه كده بس، مش عايز اتكلم معاكم شويه. فانا قصدي ايه، ان لما كان العميل، لما كان الموضوع زمان، كنت بتقعد تدور عليها مانيوال، وتحط الحاجه وتحط القيم بتاعتها مانيوال. الفي لوك اب بقى جابت لك الحل. الفي لوك اب بقى عباره عن ايه؟ بص بقى، يعني ناخد بس كده الفي لوك اب كده، وناخد الشويه دول كده ونحطهم هنا اهو، ونحط دي كده اهي، بس كده اهي. بصوا يا شباب، اللي انا عايز اوصله لكم ايه بقى؟ اللي انا عايز اوصله لكم ان احنا هنعمل في لوك اب للبلد. يعني انا عايز اجيب كود العميل ده البلد بتاعه، فهندوس على يساوي في لوك اب. اول ما بتدوس يساوي نكتب في لوك اب، يبتدي تظهر لنا هنا، ندوس عليها دبل كليك اهي، بيقول لك اللوك اب فاليو. حد كده يبقى معايا؟ اللوك اب فاليو اهو، بيقول لك القيمه التي تبحث عنها. انت بتدور بايه؟ بقول له انا بدور بكود العميل. بعد كده ادوس كوما، لو تلاحظوا في كوما اهي، انتوا معايا صح؟ لو في كوما، فنقلنا على التيبل اري. التيبل اري بيقول لك ايه؟ نطاق البحث اهو. هو التيبل اري نطاق البحث بيقول لك انت عايز تجيب ايه البلد. يبقى نقف على اول حاجه في الكود العميل ونيجي عند البلد اهي. يبقى لازم الاول، لازم اللي انت بتدور بيه يبقى في اول الجدول. يعني انت بتدور بكود العميل، فانت لازم تقف على كود العميل اهو، ونروح عند البلد اهي. بعد كده ندوس كوما، لو تلاحظوا ندوس كوما. قال لك الكولوم اندكس نمبر، رقم العمود الذي هو رقم العمود في نطاق البحث الذي يحتوي على القيمه التي تريد ارجاعها. ارجاعها اللي هي النتيجه. يعني من الاخر، انت عايز العمود رقم كام اللي انت عايز النتيجه بتاعته؟ حد ممكن يفهمني، او حد ممكن يقول لي انا عايز انهي عمود؟ ده عمود رقم 2. بالظبط، عمود رقم 2. ادي 1 2، البلد 1 2، رقم 2. وهنا بقى نوع المطابقه، انت عايز ابروكسيميت، يعني حاجه تقريبيه، ولا اكزاكت؟ اقول له لا، انا عايز الاكزاكت، يعني بالظبط. ونروح قافلين الكوس وندوس انتر. لو تلاحظوا اهو العميل اهو اللي هو ده، قال لك الجيريا. ولو نيجي نقف هنا كده في اخر المربع ده، هتلاقي في علامه زائد دي كده مسحبه لتحت كده، جاب لنا ايه؟ البلد اهي. تمام كده يا شباب؟ الو، تمام. طب انتوا معايا؟ الناس تمام يا قافله دكتور. المايكات دي، انتوا معايا؟ انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ يعني حتى ابعتوا لي حتى المسج، يعني حتى ان انتوا ايه، يعني ما تبقوش انتوا مثلا مش فاهمين، تيجي اخر المحاضره تقول احنا مش فاهمين. فانا عايز ان انا الحقكم في الاول، عشان احنا داخلين برضو على حاجات تانية. انتوا تمام؟ انتوا كويسين؟ ماشي تمام يا دكتور. تمام. تمام. فنيجي مثلا رقم الفاتوره، احنا عايزين مثلا نجيب رقم الفاتوره، فهنروح عايزين ايه؟ هنقول يساوي في لوك اب. اللوك اب فاليو اللي هو ده القيمه التي تبحث عنها. انت بتدور بايه؟ هقول له انا بدور بكود العميل. ندوس كوما، يقول لي انت بتدور عليه فين؟ بص، ما دام احنا بندور بكود العميل، يبقى لازم نبتدي بكود العميل، ما ينفعش نبتدي بالبلد ونخش هنا، لازم نقف على كود العميل اهو كده، ونروح ماشيين لحد ما نروح عند رقم الفاتوره اهي. بعد كده ندوس كوما،
بيقول لي الكولوم اندكس نمبر، انت عايز انهي نتيجه في انهي عمود؟ اقول له انا عايز العمود رقم 3 النتيجه بتاعته اللي في رقم 3. ندوس رقم 3 اهي، كان دوس كوما. يقول لي انت عايز بقى نتيجه تقريبيه ولا عايز نتيجه اكزاكت؟ لو لا اقول له عايز اكزاكت، ونقفل القوس ندوس انتر، ونسحب لتحت كده. بعد كده جاب لي البلد وجاب لي الفاتوره. حد ممكن يساعدني بكلمه الفاتوره؟ حد ممكن يتطوع ويقول لي مثلا كلمه الفاتوره ولا؟ تمام يعني. مين معايا؟ انا تمام. مريم. يلا الزملاء يلا قول يا زملاء. الو انا في الاول هنعمل ايكوال في لوك اب. ايوه دي لوك اب اهي، دي لوك اب اهو. اللوك اب فاليو بعد كده هنقف. فاليو اهي اللي هي بتبحث عنها. ها هنعمل الكولوم رقم، هنقف على كود العميل ولا الاول بنكتب تقريبا بالظبط؟ وهندوس بعد كده كوما. تمام. هننقل في التيبل اري. تمام. احنا عايزين كلمه الفاتوره، فهنقف الاول على كود العميل بعد كده نوصل لحد كلمه الفاتوره. كويس جدا يا مريم، كويس جدا اهو. تمام. وبعد كده هندوس كوما. بعد كده الكولوم اندكس نمبر، انت عايز انهي نتيجه في انهي عمود؟ النتيجه العمود اللي فيه النتيجه ده رقم أربعة. ادي اربعه، دي واحد اتنين تلاته اربعه، اربعه. هندوس كوما. انت عايز نتيجه. بعد كده هنقول ان احنا عايزين نعم. بتقولي انت عايزه ايه؟ ما سمعتش. عايزين الاكزاكت، يعني هنعمل فوق الاكزاكت بالظبط. الاكزاكت اهي، ونروح دايسين على ونقفل القوس، ونروح دايسين انتر، ونسحب المعادله تحت خالص. الله ينور، الله ينور بجد. نيجي بقى عند اخر حاجه بقى، ودي اللي فيها تفصيله شويه. بصوا يا جماعه، لو تلاحظوا هنا في التفصيله دي كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان نسبه الخصم، لو تلاحظوا نسبه الخصم هنا فاضيه. فهنيجي هنا في شمال يمين شويه، بيقول لك ان قيمه الفاتوره بياخد عليها الخصم. ركزوا كده في اللي انا بقوله. قيمة الفاتورة من 10,000 ل 20,000 أو ل 19 وشوية تاخد 2000، تاخد 2%. ومن 20,000 ل 30,000 ياخد 4%، ومن 30 وهكذا يعني. فأنا لو دلوقتي لو أنا عملت الفي لوك اب، ركزوا كده في اللي أنا هعمله. أنتوا معايا صح؟ لو سلام عليكم. أنتوا معايا صح؟ ماشي. لحظة بس كده. نعمل بس كده، نمسح بقى دي كده عشان ايه اعرف اشتغل انا حتى تاني. معلش لحظه. بصوا يا شباب، لو تلاحظوا نسبه الخصم، هنعمل في لوك اب بقيمه الفاتوره، عشان هو انت بتدور بقيمه الفاتوره، في قيمه الفاتوره هنا اهي، قصدي كده. وبعد كده بتروح دايس رقم 2 وندوس اكزاكت. بصوا ايه اللي حصل. لو تلاحظوا مفيش ولا قيمه ظهرت. حد خد باله؟ اه تمام. يعني لو تلاحظوا في لوك اب اهو، هندور بقيمه الفاتوره، هندور بيها فين؟ بقيمه الفاتوره هنا، وهناخد العمود رقم 2 وهندوس على اكزاكت. صح كده؟ صح، المفروض صح كده يعني، المفروض يعني، مش ده المفروض اللي صح ولا ايه؟ لحظه بس. ايوه كده تمام. ماشي. فدلوقتي لما باجي ادوس كده، معرفش هي دي بتعمل ايه كده، ثانية بس كده لحظة، لحظة. نظبط بس كده نخليها، أيوة بالظبط. لو تلاحظوا إن مفيش نسبة خصم بتطلع، عارفين ليه؟ لأن قيمة الـ V لوك اب بتيجي بالقيمة بالظبط. لو تلاحظوا إن قيمة الفاتورة، قيمة الفاتورة مش جايه زي قيمه الفاتوره، يعني بيقول لك 10,000 جنيه، مفيش هنا 10,000 جنيه بالظبط. مفيش هنا 20,000 جنيه بالظبط، فاهمين قصدي ولا لا؟ فاهم. انتوا معايا يا جماعه؟ بس هي اصلا المفروض هي من 10 ل 20 يعني، ليه بقى لازم بالظبط؟ ما هو بص بيقول لك ايه؟ من 10 ل 20 ياخد 2%، ومن 20 ل 30 ياخد 4% خصم. الفكره مش كده بقى، الفكره بقى ان انت كل لو هتعملي نسبه الخصم دي وتقعدي تطلعي مش تظبط، خدتي بالك؟ يجي هنا بقى فكره ايه؟ فكره الحته دي. مش احنا قلنا ان احنا عايزين الرقم بالظبط، صح ولا غلط يا مريم؟ نعملها ابروكسيمتلي يعني؟ ابروكسيمتلي يس.
هنعملها ابروكسيمت يعني اللي هي بروكسيمت تكون تقريبية. تعالوا بقى نعملها بقى تقريب. بشكل جديد. بالظبط تقريبيا. بصوا هنيجي نعمل في لوك اب بقيمه الفاتوره لان دي اللي معانا، وهندوس كوما وهندور بيها في الخصم رقم 2، ونيجي بقى هنا نخليها ترو مش فولس. بصوا بقى اللي حصل، تعالي بقى نشوف بقى النتائج دي صح ولا غلط اساسا. الراجل ده واخد 35000 جنيه من 30 ل 40 ياخد 7%. بصي هو واخد 7%، خدت بالك يا مريم؟ طب تعالي مثلا أيوة. الراجل واخد 12000 جنيه، ده 12000 جنيه ادي من 10 ل 20 واخد 2%، فكده الراجل ده ايه؟ تمام واخد 2%. طب تعالى ننزل كده تحت شويه، 15% هو عنده عامل 57000 جنيه، 57000 جنيه ممكن. واخد 15، ايوه من 15 ل 60 واخد 15% كده صح. حاضر، انتوا عايزينه دلوقتي يا منى؟ يعني عايزين الشيت ده دلوقتي؟ انا قصدي ان احنا ماشي، خدوا الشيت اهو ثواني. ثواني ثواني اكسل. اهو بس انا كنت عايز بس اخلصه الاول بس يعني. حاضر خد اهو. اتفضلوا اشتغلوا عليه كده لحد ما ابعت لكم الشيت يعني بعد ما اخلص ده. فاهمين قصدي؟ اهو تمام. بصوا يا شباب بقى، فعندنا اهو دلوقتي تمام ماشي اوكي. فعندنا دلوقتي طلعنا نسبه الخصم، فنقدر دلوقتي بقى مالي نعمل ايه؟ نحط بقى نسبه الخصم بقى اللي هي بتاعت كود العميل اللي هو خد عليها بقى. فاهم قصدي ايه؟ فنيجي نعمل هنا ايوه هندوس في لوك اب، يا طيب اما بقى ممكن ندور بكود العميل او ممكن ندور بقيمه الفاتوره. تحب نعمل ايه يا نعمل بكود العميل احسن ماشي زي او ما مش عارفه او اجرب قيمه التاني الفاتوره، ما طيب. هما الاثنين واحد من الاخر يعني. ما انا ما هو انت طيب ما دام عندك الفاتوره فتقدر تجيب الخصم من المربع الصغير ده، ولو انت عندك كود العميل تقدر تجيب الخصم برضه من المربع الكبير ده، وهكذا. كود العميل وهنروح دايسين نعملها يمين. طيب بكام الفاتورة؟ تعالي ندور بقيمه الفاتوره، يبقى في لوك اب وندور بقيمه الفاتوره اهي كوما، بعد كده نقف على الجدول اهو وندوس كوما وندوس رقم 2 ونخليها ترو ترو اهو، بقت 4% وبقت اهي تمام يا ستي. دي يا جماعه الفي لوك اب. حد قبل كده شاف الفي لوك اب دي في حياته؟ يعني هل قبل كده حد اتعامل بالفي لوك اب؟ حد قبل كده كان بيعاني ان هو بيدور على قيم على قيم كتيره في جدول كبير جدا وكان بيتعامل بيها مانيوال؟ يعني قبل كده وقعته في الموقف ده قبل كده؟ ماشي طب ماشي تمام زي الفل. ماشي 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 المهم هنبتدي بقى نخش بقى على في لوك اب تانيه. ده مثال تاني، فاكرين المثال ده احنا اشتغلنا عليه قبل كده اللي هو بتاع المسمى الوظيفي وال ما ظبطش بس تمام تمام ماشي اوكي. فاكرين المثال ده كان مثال بتاع المسمى الوظيفي ده كان المحاضره اللي فاتت كنا بنشرحها. ده مثال ان شاء الله نقدر نطلع من عليه الحاجات دي. بصوا احنا عندنا جدول اهو، احنا عندنا جدول اهو، ده جدول مليان موظفين وكده، وانا استقطبت او جبت شويه موظفين تمام. وعندنا المسمى احنا عايزين بقى نعرف المسمى الوظيفي، وعايزين نعرف الراتب، وعايزين نعرف رقم الموبايل. هل ممكن حد يساعدني في حاجه زي كده ولا ابتدي انا الاول؟ ممكن حد على فكره اللي هو لسه مثلا ما بتظبطش معايا ممكن يخش يجرب معايا، او انا ممكن اعمل اول مره وبعد كده حد ممكن يخش معايا المره الجايه. بصوا يا شباب لما بنيجي نعمل في لوك اب بيساوي في لوك اب انا هدور برقم الموظف. بصوا يا جماعه انت لازم تدور بحاجه تكون يونيك. يونيك يعني ايه يونيك؟ لازم تدور بحاجه تكون فريده من نوعها، ما تبقاش حاجه مكرره. يعني مؤمن رياض حمزه او شادي محمود زياد ده ممكن يكون الاسم فيه تكرار، يعني انا اسم مثلا محمد تحسين ما قابلتش قبل كده بصراحه حد اسمه محمد تحسين بصراحه، لكن ممكن في واحد اسمه مثلا اسلام السيد او مثلا محمد احمد محمود مثلا او مثلا مصطفى محمود، يعني قصدي الاسامي دي بتبقى مكرره كتير. فاللي انا عايز اوصله لكم ان انت تدور بحاجه ما تبقاش مكرره، زي مثلا رقم البطاقه، زي رقم الموبايل. رقم موبايل ما فيش واحد ما فيش اتنين معاهم نفس رقم موبايل.
رقم بطاقه ما فيش اثنين معاهم نفس رقم بطاقه وهكذا، يعني دور بحاجه ما تبقاش تكون متشابهه. فنيجي بقى لحته رقم الموظف، ان الموظفين كل واحد ليه رقم، فطبعا ما فيش حد هيكون شبه التاني. فهندور بايه؟ هندور اللوك اب فاليو، هندور برقم الموظف كان دوس كوما. التيبل اري انت بتدور فين؟ اقول انا بدور من اول رقم الموظف لحد المسمى الوظيفي، تمام؟ ادي 1 2 3 دوس كوما. يقول لي انت عايز انهي نتيجه؟ النتيجه بتاعتك في انهي عمود؟ دي اقول له العمود رقم 3 اللي هو المسمى الوظيفي، ادي 1 2 3 دوس رقم 3 دوس كوما. يقول لي انت عايز النتيجه ابروكسيميت ولا فولس؟ انا اقول له انا عايز فولس بقى، انا عايزها اللي هي تبقى مظبوطه، دوس كوما. اي لو تلاحظوا طلع لي المسمى الوظيفي اهو، بس كده اذن ومحاسب وما اعرفش. طب تعالى نتاكد مثلا من اسامه صهيب ده، اسامه صهيب ده فين؟ اهو محاسب. طب تعالى نتاكد مثلا من مؤمن رياض، مؤمن رياض اهو اذن. طب تعالى نتاكد من احمد السيد ابراهيم، احمد السيد ابراهيم اداري كده، تمام كده احنا تمام صح كده يا شباب؟ الو ممكن تاني؟ ممكن تاني. طب خليكي معايا انت بقى، يعني خليكي معايا في راتب الموظف. بصوا يا شباب، راتب الموظف احنا عايزين دلوقتي، احنا صح احنا عايزين نخلي الحته دي كده باللون اصفر عشان نبقى عارفين ان احنا دي النتيجه بتاعتنا. راتب الموظف انا عايز اعرف راتب موظف في مؤمن رياض حمزه، فهدور برقم الموظف في لوك اب ودوس على رقم الموظف ده اللوك اب فاليو. انت بتدور بايه؟ بقول له انا بدور بالرقم الموظف اهو، دوس كومن. يقول لي انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور من اول هنا لحد الراتب، من اول هنا لحد الراتب، وبعد كده دوس كومن. يقول لي النتيجه بتاعتك او اللي انت عايز نتيجته ده في انهي عمود؟ اقول له العمود 1 2 3 4 في رقم 4، تمام؟ وادوس 4 كده ادوس كوما. يقول لي انت عايز النتيجه بتاعتك فولس ولا يعني اللي هي تبقى مظبوطه بالظبط ولا تكون تقريبيه؟ لا انا اقول له عايزها مظبوطه اهي، اسمها فولس او زيرو، ادوس زيرو ونقفل القوس كده ونقفل دوس انتر، نحط دي كده. بصوا يا شباب، فتاح بيتكلم ان هي لو الحاجه شمال او يمين. بص يا فتاح، في الفي لوك اب بيمشي اي بي سي دي كده، بيمشي من اول اي لحد وانت ماشي اي بي سي دي كده، ما بيمشيش اتش جي اف اي بيرجع بالتناقض، لا هو بيمشي من اول اي لحد ام، تمام؟ ما بيرجعش من ام لحد اي، فاهم قصدي يا فتاح؟ فالفكره ان انت لو يمين او شمال، يعني هو بيكلمني يا جماعه ان لو البتاع كده، لو الصفحه من اليمين، خدتوا بالكم الصفحه بقت يمين اهي. طب تعالى نعملها من اليمين. بص اهي من اليمين، لما احنا هندوس مثلا يساوي دي لوك اب، هندور بايه؟ هندور برقم الموظف، ندوس كوما. ما ينفعش بقى اقف من رقم لو رقم الموظف ده وراه حاجات مش هينفع اجيبها، فهمشي من رقم الموظف لحد احنا عايزين راتب الموظف اهو، ندوس رقم 4 وبعد كده ندوس فولس نقفل القوس، اهي جاب لي النتيجه اهي. فهمت كده فتح ولا لا؟ ونعديها اهي، نرجعها تاني. حد كده فهم ولا لسه؟ تمام ماشي اوكي. فكده احنا تمام. حد بقى ممكن يجي يساعدني في رقم الموبايل ولا لسه؟ ممكن حد يساعدني في رقم موبايل ولا الموضوع صعب؟ طب ماشي، بصوا عشان ده اخر مثال ليا في في لوك اب، فركزوا معايا في الحته دي علشان انا هنقل على حاجه ثانيه. في لوك اب هندوس يساوي في لوك اب، انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور برقم الموظف كوما. انت بتدور بيه فين؟ اقول له انا بدور بيه من اول هنا لحد هنا في الجدول ده كله، ولازم الجدول ده يبتدي برقم الموظف، ما ينفعش ابتدي بالموظف كده، لان لو انا ابتديت بالموظف كده ومشيت ودوست رقم 4 وبعد كده فولس هيطلع لي ان ايه غلط. فعشان ابتديها صح هنبتدي في لوك اب برقم الموظف في، بعد كده ادور من اول رقم الموظف لحد رقم الموبايل، بعد كده 5 بعد كده فولس هيقفل القوس جاب لي رقم الموبايل، بس كده. تمام كده يا شباب؟ تمام كده؟ اه تمام يا دكتور. انتوا سامعيني صح؟ انتوا كلكم سامعيني، يعني حتى بعتولي حتى رسائل يعني قولوا لي ان احنا سامعين.
هي الناس الحر مأثر عليها قوي كده، صح؟ تمام جدا. تمام زي الفل. بص بقى يا شباب، انا كده خلصنا الفيلو كاب دي، اسمها ابره في كوم قش، انا بحبها قوي الفيلو كاب دي. زي الفل زي الفل يا نسيم زي الفل. دلوقتي بقى ننقل بقى على، بص بقى يا شباب، صح، قبل ما نيجي نتكلم في اي حاجه، في هقولها لكم ازاي، في حاجه كده في البرمجه او اي لغه برمجه اسمها اف، او حتى في الانجليش كمان في قاعده اسمها اف في الانجليش. اف دي عباره عن ايه؟ اف دي اللي بتخش في اي لغه برمجه ايا كان تتخيله، ايا كان اي حاجه فيها برمجه تلاقي فيها قاعده اف دي. ليه؟ قاعده اف بيقول لك ايه؟ انت بتحط له شرط، تقول له مثلا لو لو حاجه اكبر من حاجه، او بتحط له شرط عموما. فعندك حاجتين، لو الشرط ده اتحقق او الشرط ده ما اتحققش، صح؟ ما مفيش حاجه ثالثه معايا، صح؟ يعني في المنطق كده تقول له ايه؟ بص يا عم الحاج، انت اخر الشهر هتاخد هتشتغل، واخر الشهر لا اما هديك مرتب لا اما مش هديك مرتب. لكن مش ينفع اقول له مثلا ايه، لا انت مش، يعني مش ينفع اديله انصاف. فهو ده انا بقوله له، بقوله لكم ان في ال... في ال... في قاعده اف دي لازم حاجتين، قصدي يعني هي مكونه من ثلاث حاجات. بحط لك الشرط، اقول لك مثلا انا شرطي يا ابن الحلال كذا كذا كذا، لو حققته هديك كذا. زي مثلا في البيع، مثلا في التارجت، لو انتم بتشوفوا الناس بتاعه البيع يقول لك ايه، انا تارجتي تجيب لي 100000 جنيه، لو جبت لي 100000 جنيه هديك مثلا 5000 جنيه، طب لو ما جبتليش ال1000 جنيه ال 100000 جنيه هديك مثلا 500 جنيه وهكذا. يعني اللي هو ايه، صح بالظبط، اه تمام صح يا فتاح. فده اللي انا بقوله لكم. فهنيجي اهو لقاعده اف، ثواني بس كده لحظه. هنيجي بقى قاعده اف. قاعده اف دي بقى ايه، او هم بيقولوا عليها داله اف او فانكشن اف او اف فانكشن. داله اف من اكتر الدالات الاكثر شيوعا في الاكسل، وتتيح لك اجراء مقارنات منطقيه بين قيمه وما كنت تتوقعه. يعني اللي انت بتقارن ما بين حاجه وحاجه ثانيه. ولذا يمكن ان تكون لعباره اف نتيجتان، نتيجتان، ركزوا في الحته دي. النتيجه الاولى هي اذا كانت مقارنتك ترو، يعني لو الشرط ده اتحقق او المقارنه دي اتحققت. والثانيه اذا كانت المقارنه فولس، لو الشرط ده ما اتحققش. حتى اهي لوجيكال تيست اهي، لو الشرط، لو اف فاليو ترو او فاليو اف ترو، لو الشرط ده اتحقق او الشرط ده ما اتحققش. دي شكل المعادله اللي هي اف، بيقول لك اللوجيكال تيست. اللوجيكال تيست ده اللي هو ايه، الشرط اهو. انتوا معايا صح؟ انتوا سامعيني يعني؟ انتوا كويسين صح؟ انتوا كويسين، الحمد لله. اللوجيكال تيست دي اللي هي الشرط، وهو الشرط بقى اللي هو كمقارنه ما بين قيمتين او خليتين او ايا كان ايه الشرط اللي انت تحطه. فاليو اف ترو لو الشرط اتحقق، فاليو اف فولس لو الشرط ما اتحققش. تقرا بقى الكلام ده، او لو تلاحظوا ان دي المعادله اهي، المعادله بتبقى لوجيكال تيست اللي هو الشرط، بعد كده لو الشرط ده اتحقق ولو الشرط ده ما اتحققش. تمام، اول حاجتين دولت لازم يكونوا مطلوبين، يعني لازم مطلوبين اللي انت لازم، يعني بص حتى يقول لك ان الصيغه دي مطلوبه وتحديدها في الصيغه مطلوب. اما الثالثه دي اللي هي الشرط لو ما اتحققش ففوق مش لازم، لان كده كده الاكسل هيعتبرها ان هي ما اتحققتش. طب تعالى ننزل كده الامثله كده ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بص يا شباب، اف لو سي 2 بتساوي نعم اذا 1، لو لا اذا 2. فبيقول لك ايه بقى في المثال ده، بتشير ان في الصيغه دي ان دي 2 اهي، دي 2 اهي، بيقول لك اذا كان السي 2 بيساوي نعم يتم ارجاعها لواحد. يعني لو البتاع دي، لو الخليه بتاعت السي 2 دي مكتوب فيها نعم حطي لي هنا 1، طب لو لا حطي لي هنا 2. هنشرحها بعدين واقولها لكم، انا بس بوريكم الشرح النظري. بيقول لك ايه بقى، بيقول لك اف لو سي 2 اكبر من بي 2، لو سي 2 اهي اكبر من بي 2 اهي، الفعليه اكبر من المخطط لو في الموازنه. لو طلعت فعلا ان سي 2 اكبر من بي 2 اذا اكتب لي هنا تجاوز الميزانيه اهي، تجاوز الميزانيه. طب لو لا اقول له في حدود الميزانيه. يعني بيقول لي بص لو تلاحظوا اهي، دي 921 ريال ودي 800 ريال، فده تجاوز طبعا، يعني دي اعلى من دي. طب ده 3200 وده 3700، لا يبقى ده في حدود الميزانيه اهو.
في المثال اعلى، اذا كان لو سيتو اكبر من ده يتم ارجاع دي يا جماعه، او كلمه ارجاع دي اللي هي تساوي نتيجه، اسمها نتيجه. وبخلاف ذلك ضمن الميزانيه. وطبعا بقى في حاجه اسمها دي معادله واحده، انا بقولها لكم دي اكس دي اف معادله واحده بس اسمها اف السيمبل او سيمبل اف. اما دي بقى حاجه اسمها اف المتداخله، ويكسب بها داله اف داخل داله اف اخرى، وهذه الصيغه تتيح لك اختبار العديد من المعايير وزياده بس كده. اللي هي بص المنظر عامل ازاي، لو اف اكبر من 90 ممتاز، لو دي اكبر من دي وجيد جدا، ولو دي اكبر من دي يبقى جيد. بص المعادله كبيره ازاي. هو ده اللي احنا جايين نشرحه. انتوا كويسين صح؟ انتوا معايا؟ السلام عليكم. انتوا كويسين يعني؟ اه معاك. طب كويسين الحمد لله. وعليكم السلام. تعالى بقى نخش بقى في سيمبل اف دي. بص يا شباب السيمبل اف دي بقى بيقول لك ايه، تعالى نشرح كده السيمبل دي اللي هي شرط واحد بس. بقول لك ايه، بيقول لك ايه، لو محمد عمل سيلز ب 100,000 جنيه، تعالى نحطها دي كده عشان نبقى شايفين. اهي. عمل سيلز ب 100,000 جنيه، واحمد عمل 150 وده 300 وده 350. فاحنا عايزين نعرف دول اتحققوا التارجت ولا لا. فبنقول له ايه؟ بنساوي اف. تمام؟ اف اهي. بنقول له ده هل ده اكبر من او يساوي، طبعا دي معادلات رياضه عادي، اكبر من او يساوي ده، ودوس لو تلاحظوا اف 4 حتى كاتب لكم اهو اف 4 في المعادله دي كده اهي. بيقول لك ايه اف 4 علشان نثبت الخليه، علشان لو نزلنا او طلعنا في الخلايا الخليه دي تكون ثابته. تمام؟ هقول لكم دي ازاي. بنقول له لو ده اكبر من او يساوي، يعني السيلز ده لو قد ده او اكبر منه. تمام كده؟ يعني ال 100,000 دي لو اكبر من 300,000 او قدها. اذا اكتب لي مثلا اللي هو مثلا حقق التارجت، حقق التارجت. بصوا يا جماعه اي كتابه، اي كتابه بتتحط ما بين كوتيشن اللي هي شيفت كوتيشن اللي هي النقطتين دول. طب لو لا ما حققش ونقفل الكورس وندوس انتر، نحطها دي كده. بصوا هنا حقق التارجت عشان هو 300، ف 300 و300 هو كده جاب التارجت بتاعه، وده عمل 350,000 فكده حقق فوق التارجت بتاعه. حد خد باله ولا لا؟ لكن ال 150 وال 100,000 دي اقل من التارجت بتاعه. انتوا كويسين ولا ايه؟ لا انتوا اكيد مش فاهمين، انا متاكد ان في ناس مش فاهمه. لا مش فاهمه، شفت؟ ما انا بقول لك في حد مش فاهم، في حد تاني يا جماعه مش فاهم؟ شباب يعني يعني ما نطولش اهو، نخش كده. لو تلاحظوا يا شباب ان هنا الحته دي ما حققش. انت بصوا يا جماعه، مش انت حد هنا شغال في سيلز، حد هنا اشتغل في بياع مثلا قبل كده؟ انا اشتغلت بياع قبل كده كتير. البياعين ده بتبقى ايه نظامها؟ اللي هو بيديك تارجت، التارجت ده 300,000 جنيه، انت جايب لي 100,000 جنيه، فانت كده ما حققتش تارجت، صح ولا غلط؟ الو الو، انتوا معايا؟ معاك يا دكتور. بالله عليكم ده بخليكم معايا، حسوني بالامان بالله عليكم. انا بحس الدنيا فاضي، انا بحس انا مش موجود والله. بصوا يا شباب فدي كده ان هو حقق التارجت، فده مثلا عامل 300,000 فهو تارجته 300,000 فكده حقق التارجت. لو ده عامل 350 فكده عمل اوفر اتشيف. تمام؟ طب تعالوا هنا كده، بصوا ده مثال حلو كده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ابراهيم احمد الدولتي. بصوا دي امثله مش مصريه خالص، يعني الاسامي دي مش اسامي مصريه خالص. المهم بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان اكبر من او يساوي 60 يكون ناجح. بصوا لو تلاحظوا هنا اسم الطالب، درجه العملي، درجه النظري، مجموعه الدرجات والنتيجه. فبيقول لك لو النتيجة أكبر من أو تساوي 60 يكون ناجح. بس إحنا أول حاجة لازم إيه؟ لازم نجمع دولت الأول. حد يقول لي نجمعهم إزاي؟ ده مثال بسيط أهو، أنا ما قلتش حاجة صعبة. حد ممكن طيب يقول لي دي ممكن نجمع الدرجة النظري والدرجة العملي إزاي؟ ممكن ندوس على أوتو سام على طول، وبعد كده نحدد درجة العمل والنظري جنب بعض. أهو هما دولت عملوا على طول أهو. أو ممكن مثلا اللي هي بيساوي، عشان بحب أنا أكتبها بإيدي صراحة. صام أهي.
صم ونروح مع اليمين كده ونروح دايسين انتر على طول، طلع لي النتيجه اهي. وتلاحظوا في اخر المربع اذا كان يمين او شمال، يعني لو يمين هيطلع لك هنا، لو شمال هيطلع لك هنا كده، تلاقي علامه زائد ظهرت، دوس عليها مرتين كده طلعت لك النتيجه. النتيجه بقى بيقول لك ايه بقى؟ يكون اذا اكبر من او يساوي 60 يكون ناجح. حد ممكن يساعدني في حاجه زي كده؟ طب انا هبتدي. بص يا بيساوي اف لو ده اكبر من او يساوي 60 اذا ناجح. وبعد كده نعمل كوما. طب لو لا، طب يعني لو مش ما اتعملتش يبقى راسب، وندوس انتر ونسحب المعادله دي كده لتحت. بصوا بقى دي راسب، تعال نبص على الراسب الاول. بص ده 34 ده اقل من 60، 56 اقل من 60. طب ناجح 71 اكبر من 60، 29 اقل من 60، 77 ناجح، وهكذا. حد خد باله من ده ولا لسه؟ كويسين كده يا شباب؟ تمام. المحاضرة دي صعبة، ايوه تمام، ما حدش بيتكلم خالص فيها، مش عارف ليه. المهم يعني دي كده خلاص كده سيمبل اف دي كده خلصناه. فدي كده اف البسيطة، لو تلاحظوا دي اف البسيطة صعبة. طب ما تتكلم يعني صعبة ازاي؟ المهم دي كده اف السيمبل او البسيطة. نخش بقى على النستد. النستد يعني ايه نستد؟ حد يعرف يعني ايه نست؟ ان اي اس تي نستد اف. نستد يا جماعه يعني عش، عش يعني عش يعني ايه؟ اللي هو عش جوه عش جوه عش جوه عش، اسمها اف المتداخله، او حتى كاتبها لكم اف المتداخله او المركبه او نستد اف. نستد اف اللي هي اف جواه اف جواه اف جواه اف. هقول لكم دلوقتي هنعملها ازاي عشان تبقوا انتم شايفين هنعملها ازاي. بصوا يا شباب بيقول لك ايه؟ يقول لك المطلوب احسب نتيجة كل طالب علما بأنه سيكون ناجح إذا كانت درجة أكبر من أو يساوي 300. يعني إحنا كده بدايتنا كده، إذا كان ناجح إذا كان أكبر من أو يساوي 300، يعني من أول 300 فيما فوق الراجل ده كده ناجح. ويكون راسب إذا كان أقل من ذلك، بس كان واقف على الحتة الصفرة دي. بيساوي إف، بنقول له إيه؟ بنقول له المجموعة. هل ده لو أصغر من او اكبر من او بيساوي 300 اذا ناجح. ناجح اهي، اهي ناجح. طب لو لا اذا راسب. اهو ونسحب المعادله لتحت كده ونشوف ايه اللي هيحصل. بصوا يا شباب لو تلاحظوا ده راسب. ليه راسب؟ علشان هو اقل من 300. وده راسب ليه؟ عشان هو اقل من 300. اما كل الناجحين دول فوق ال 300 اهو. التقدير بقى دي بقى اللي فيها فكره. انتوا معايا صح؟ انتوا سامعيني؟ اه سامعين. بص يا شباب التقدير بقى، التقدير بقى ده اللي فيه تفاصيل بقى. بص يا شباب بنقول لك ايه بقى؟ بنقول اف لو ده اصغر من 300 يبقى اذا ايه؟ اذا راسب. ما هو اقل من 300 صح؟ مش هو اقل من 300 يبقى راسب؟ طيب طب لو لا نحط اف ثانيه. اف اهي دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي اف المتداخله. لو ده بص بقى بيقول لك ايه بقى؟ ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300. اكبر من او يساوي 300، مش احنا قلنا دلوقتي ان ده اصغر من 300 اذا راسب. يبقى كده احنا دلوقتي نقلنا بقى على يعني لو قال لك لو فوق 300 يبقى راسب. طب لو لا، لو لا دي بقى اللي احنا جواها دلوقتي، اللي هو طب لو فوق ال 300 نعمل ايه؟ يبقى نقول له بقى ايه؟ لو اصغر من اف لو ده اصغر من 350 اذا مقبول. طب لو لا يبقى نعمل اف ثالثه. لو ده اصغر من 450، 450 اهو لو يكون جيد جدا اذا كان اكبر من او يساوي 450، يبقى اللي اقل من 450 يبقى جيد. ويكون ده اذا كان اصغر من 450 اذا جيد. طب لو لا يبقى نفتح اف رابعه. لو المجموع لو اصغر من
550. ما هو يعني بيقول لك التقدير اذا كان اكبر من او يساوي 550، طب تحت ال 550 يبقى جيد جدا. لو ده اصغر من 550 اذا جيد جدا. طب لو لا يبقى على طول امتياز، ما هو فوق ال 550 على طول امتياز اهو، امتياز. نقعد بقى نقفل الاقواس عشان اهو. تعالوا بقى نشوف بقى النتيجه اللي انا عملتها دي صح ولا غلط. اولا ده راسب عشان ده واقع. جيد بقى، جيد ده اللي هو عامل كام؟ 377. 377 فين جيد؟ جيد اهي. ويكون اذا كان اكبر من او يساوي 350 واصغر، يبقى من 350 لحد 450 ده جيد، يبقى جيد اهو، جايب 377 تمام، ده كده جيد. امتياز 550 يبقى كده امتياز، عشان قال لك ايه؟ والتقدير امتياز اذا كان اكبر من او يساوي 550، امتياز. طب مقبول، مقبول عامل ايه؟ ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300، فهو عامل 327 واقل من 350، فكده هو مقبول. ايه رايكم يا شباب؟ شباب انتوا معايا؟ تمام. ده بقى انا سايبها لكم نسخه الاف دي تجربوها، وهوم ورك ده على تقديرات كتير قوي تقدروا تشتغلوا عليها. تمام، انا سايب لكم حاجتين اهو تقدروا تشتغلوا عليها، عشان لو عايزين يعني تشتغلوا على حاجه، عايزين مثلا تجربوا حاجه، انا سايبها لكم في الحاجتين دول. انا كده خلاص خلصت الحاجه اللي عندي، انا كده خلصت شرحت لكم الفي لوك اب والاف، ودول اكتر معادلتين بيستخدموا في اي شركه. طيب كده يا شباب انا خلصت اهو، وانا هبعت لكم الشيت ده، هبعت لكم الشيت ده على الجروب دلوقتي ان شاء الله، وان شاء الله هرفع لكم الحلقه ان شاء الله وابعتها لكم على الجروب. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. هو بس في سؤال، هو هل بعد السيشنز دي نقدر ناخد سيشنز الباور بي اي ولا تشتغل فيه فرصه؟ والله بص مش هكدب عليك، انا عندي باور بي اي بس ما عنديش الماتيريال، لسه بجهز الماتيريال والله. يعني في سيشن اللي هي قبليكم تمام تمام برضه معايا باور بي اي، بس انا والله لسه. انا على فكره انا ممكن ابعت لك لينك للباور بي اي، انا عامل شرح اساسيات الباور بي اي تمام يا ريت على اليوتيوب، هبعتها لك تشرح تشتغل عليه. ماشي تمام، شكرا يا دكتور. تحت امرك، تحت امرك. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وانا ان شاء الله ابعت لكم الفيديو ده. شكرا قوي ليكم، شكرا.